منتخبنا الوطني للحقيقة امبارح يعني كان حديث الجميع، والفوز اللي شفناه امبارح والأداء الهجومي اللي بقالنا كتير وحشنا من منتخب بلدنا الحقيقة قدام منتخب بوركينا فاسو كان أداء يعني عظيم، وخصوصا في الشوط الأول وجونين ورا بعض. تريزيجيه الحقيقة يعني إيه أهداهم لينا وخلينا كده نتفرج بأعصاب هادية. صحيح الشوط التاني لا الأداء كان شوية متذبذب مش زي ما ابتدينا، لكن زي ما بقول لكم ده أداء هجومي ما شفناهوش للمنتخب من زمان. فماتش امبارح كان ليه مكاسب كتير جدا تساعدنا في المشوار اللي جاي، مشوار كأس العالم حلم الجميع. خلينا نتكلم مع الناقد الرياضي محمد عراقي عن رؤيته كده للماتش امبارح ومكاسب الماتش امبارح وعودة الشناوي والجمهور والأداء الهجومي اللي شفناه لمنتخب مصر. مساء الخير، الأخبار وألف مبروك للماتش امبارح طبعا، وشايف الأداء ازاي امبارح؟ مساء النور، اهلا بيكي طبعا واهلا بكل مشاهدينك، والف مليون مبروك لمصر كلها. ان شاء الله باذن الله تكون خطوه مهمه في مشوار صعودنا لنهائي كاس العالم باذن الله. يمكن التجربه الرسميه الاولى للكابتن حسام حسن وجهازه المعاون طبعا كلنا كنا منتظرينها بشكل كبير. يمكن الظهور الاول كان في بطوله مصر الوديه اللي شارك فيها منتخبنا، واللي كان ممكن المنتخب ما يشاركش فيها، ولكن كابتن حسام حسن اصر على المشاركه فيها لانه عارف ان هي كانت هتبقى المعترك الفني الاخير قبل طبعا الظهور اللي حصل امبارح بشكل رسمي طبعا في مباراه بوركينا. واعتقد ان المعسكر اللي فات والاستعدادات الكبيره اللي عملها منتخبنا كان ليها مردود كبير، زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي طبعا في الانترو بتاعك، ان فعلا منتخبنا ظهر ببصمه جديده في وجود كابتن حسام حسن. لعيبه كتير اتغير يعني المردود بتاعهم في الملعب او الدور بتاعهم في الملعب، منهم طبعا وعلى راسهم تريزيجيه اللي لعب امبارح طبعا بشكل مختلف تماما وقدر يحرز هدفين طمنونا بشكل كبير. يمكن الشوط الاول كان شوط جيد على اعلى مستوى قدمه منتخبنا الوطني، وكعاده اللاعب المصري لما بيتقدم بالنتيجه لازم يحصل له تراجع في المستوى، ولكن الحمد لله في النهايه قدر منتخبنا يحافظ على الفوز، وثلاث نقاط مهمين جدا بيحطونا او بيحافظوا لنا على صداره المجموعه قبل السفر بكره باذن الله لغينيا ومواجهه مواجهه غينيا طبعا يوم الاثنين الجاي، مباراة برضو في منتهى الأهمية، وهتكون طبعا على ملعب المنافس ووسط جماهيره. إن شاء الله بإذن الله منتخبنا كمان يقدر يحقق نتيجة إيجابية عشان يحافظ على صدارة المجموعة. الحمد لله النتائج لحد دلوقتي بتلعب في صالحنا، وإن شاء الله بإذن الله يكمل المشوار. أعتقد هيبقى يعني إنجاز كبير صعود الجيل ده لنهائيات كأس عالم، وإن شاء الله بإذن الله ما نبقاش كمان مجرد صعود ونظهر بشكل كويس في نهائي كأس عالم. كلنا ثقة في جهاز التوأم كابتن حسام حسن مدير الفني المنتخب، كابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، إن شاء الله بإذن الله في ظل يعني الجيل الجديد بتاع منتخبنا الوطني، اللعيبه القديمه او اللعيبه الخبرات موجوده، وفي نفس الوقت في لعيبه كثيره دخلت ابتدت تاخد الخبرات دي، عشان ده الجيل اللي ان شاء الله باذن الله بيبنيه منتخبنا للمشاركه في نهائي كاس العالم. اللعيبه يمكن الشوط الثاني كان باين عليهم يعني بشكل كبير الاجهاد، شايف ده راجع لايه؟ وهل امام عاشور يعني في اصابه حصلت ولا ايه اللي حصل؟ يعني لو حضرتك بتتكلمي على فكره تراجع المستوى ده فكان امر طبيعي. يمكن الناس اللي كانت موجوده في الاستاد او اللي كانوا موجودين في القاهره بشكل عام امبارح يعرفوا درجه الحراره كانت امبارح مرتفعه جدا. يمكن انا كنت موجود في الملعب، يعني كنت عايز اقول لحضرتك ان انا كنت يعني واقف وتعبان من الحر، فما بالك بقى اللعيبه والاجهاد الكبير والمجهود الكبير، وبتلعبي منتخب من المنتخبات الكبيره في افريقيا، المنتخبات المصنفه، لعيبه افارقه كلهم، فبالتالي يعني قصه درجه الحراره مش فارقه معاهم قوي، ولكن احنا طبعا كمصريين بنتاثر بشكل كبير. اكيد المردود الكبير والمستوى الكبير اللي قدموه في الشوط الاول يعني اثر عليهم في الشوط الثاني، ولكن في المجمل منتخبنا قدر يحد من قوه منتخب بوركينا وقفل مفاتيح اللعب بتاعتهم، وخطه كابتن حسام حسن كانت خطه محكمه بشكل كبير، وقدرنا نتجاوز المنتخب المباشر اللي بينافسنا على الصعود بشكل مباشر، ومن وراه كمان منتخب غينيا المنتخب الثاني اللي هنلعبه ان شاء الله يوم الاثنين. بالنسبه لامام عاشور لا الحمد لله الموضوع بس مجرد اجهاد في العضله الضمه، ويمكن خروجه كان بسبب الاصابه وبسبب الاجهاد، الجهاز الفني طبعا فضل الحفاظ عليه وان هو يدفع بلعيب ثاني، ولكن امام عاشور ان شاء الله باذن الله يتم تجهيزه لمباراه غينيا. امام واحد من اهم لعيبه منتخبنا، واحد من اهم عناصر قوتنا، ان شاء الله هو وزمايله يقدروا كمان يساعدونا ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه في مباراه غينيا ان شاء الله. طيب هل في وجوه ما شفناهاش شاركت قدام بوركينا فاسو ومتوقع انها تشارك قدام غينيا بيساو؟ يعني اعتقد ان كابتن حسام هيفكر في قصه الروتيشن، ولكن في اضيق الحدود برضو اكيد الفرق الزمني القليل هيخلي كابتن حسام يحافظ على القوام الكبير للتشكيل او معظم عناصر التشكيل. اللعيبه بقى المجهده، اللعيبه اللي قدر الله المصابه، اللعيبه اللي ممكن تكون مش مخدمه على الخطه اللي هيتبعها كابتن حسام حسن خارج الارض. حضرتك عارفه ان المباراه اللي بتقام داخل الارض غير المباراه تماما اللي بتقام خارج الارض، اكيد هيكون في يعني امور فنيه مختلفه تماما هيطبقها
كابتن حسام حسن في مباراه غينيا، ولكن كلنا ثقه في رجالتنا كلهم ان شاء الله باذن الله ال 25 لعيب ان شاء الله ان هم اي لعيب فيهم اي يعني عنصر يشارك فيهم يقدر ينفذ المطلوب منه، وان شاء الله في النهايه تكون نتيجه ايجابيه. اعتقد لو حققنا نتيجه ايجابيه قدام غينيا هنكون قطعنا شوط كبير جدا جدا في مشوار صعودنا لكاس العالم. بنسبه كام او يعني الكابتن حسام حسن شايف الاداء امبارح من اللي هو كان متوقعه؟ وانا عارفه ان حضرتك قريب للتوأم، كان ايه حديثه عن الاداء امبارح وعوده الشناوي كمان بعد الاصابه، اول ماتش رسمي يمكن ليه من 4 شهور؟ طبعا عوده حميده للشناوي اللي بنقول له من خلال حضرتك طبعا الف مليون سلامه، نجم مصر ونجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني، الحارس الاول لمصر كلنا ثقه فيه، سواء كان مصطفى شوبير لعب او هو لعب او اي حارس كلنا ثقه فيهم، ولكن ما حدش يقدر يغفل الدور الكبير اللي بيلعبه محمد الشناوي، واعتقد ان هو كان ليه اكثر من تصدي مؤثر بشكل كبير، ولكن عودته اكيد هتفيد منتخبنا بشكل كبير في وجود باقي الحراس سواء الشناوي سواء نعاسة شوبير او عواد او المهدي سليمان، اعتقد ان كلهم حراس جيدين جدا ويقدروا يدافعوا عن الوان منتخبنا الوطني. بالنسبه لرضا كابتن حسام، يمكن انا فعلا اتكلمت مع كابتن حسام بعد المباراه، كان الراجل راضي بشكل كبير جدا على الاداء في الشوط الاول، مش راضي بكل بشكل كبير على الاداء في الشوط الثاني، او شايف ان كان في تراجع غير مبرر من بعض اللاعبين او تراجع على مستوى الفريق بشكل كامل، ولكن هو برضو عارف ان درجه الحراره كانت صعبه، المجهود الكبير اللي حصل في الشوط الاول كان صعب جدا جدا، ولكن في المجمل 3 نقاط مهمين. خلينا برضو ما ننساش نقطه مهمه، شفنا باقي النتائج، السنغال بتخسر على ارضها في مفاجاه كبيره جدا جدا مثلا، بنشوف الجزائر انا اسف خسرت على ارضها، السنغال اتعادل على ارضه، يعني المنتخبات الكبيره جدا في قاره افريقيا عملوا نتائج سلبيه على ارضهم، فبالتالي النهائيات التصفيات المؤهله لكاس العالم تبقى اهم حاجه فيها 3 نقاط، واعتقد ده اللي عمله كابتن حسام حسن وجهاز المعاون، وان شاء الله باذن الله تكمل على خير في مباراه غينيا ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا النقد الرياضي محمد عراقي، شكرا جزيلا على وجودك معي.